أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج المشهد. أسعد في هذا الجزء باستضافة الدكتور أحمد محمود أخونا نائب رئيس حركة البناء الوطني. أهلا بك سيدي الكريم. أستاذ محمد وبكل مشاهدين هذه القناة. مرحبا بك سيدي الكريم. في المستهل أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية، ماذا حضرت الحركة لهذا الموعد وما هي الخطوط العريضة التي وضعتها الحركة لمرافقة المترشح الحر عبد المجيد تبون؟ طبعا يعني أستاذ محمد، أنا قبل الخوض في مجريات الحملة الانتخابية وخططنا فيها، أحب فقط لأني كنت قبل قليل أتابع أحداث ما يحدث في تطور الوضع في غزة وفي فلسطين، أحب أن أسجل يعني إدانتنا لهذا الفعل الإجرامي الذي لم ينتهي وأبى أن ينتهي. وأعتقد أنه هذه القضية كما يقول رئيس الجمهورية دائما لم تعد فقط قضية مركزية، أصبحت قضية وطنية، وموقف الجزائر الواضح فيها والثابت. وأعتقد أنه الرئاسيات الجزائر لا تنسينا هذا الجرح. وأنا أذكر أن أحد إطارات الحركة الأستاذ أحمد دان يعني كان التقى الشيخ أحمد ياسين الشهيد رحمه الله قبل استشهاده، وكان سأله هذا السؤال، قال له الشيخ أحمد ياسين ما المطلوب منا نحن كجزائريين تجاهكم؟ قالوا نحن نطلب منكم أن تبقوا الجزائر دولة قوية ذات سيادة. يعني هذا المعنى في الحقيقة يخلينا لما نخوض في الرئاسيات ليس ملف الرئاسيات يشغلنا عن القضية الفلسطينية. أنا أعتقد أنه بمناسبة الحملة الانتخابية التي لم يبقى لها شيء، الحركة كانت من أشهر دارت برنامج يعني مسطر فيه جزء منه تعبئة نحو المشاركة، يعني وكانت تجمعات ضخمة في الولايات، ثم دخلنا مرحلة الاستشارات التي مست بعض الأحزاب وبعض المنظمات المجتمعية والمناضلين تاع الحركة، إلى أن تمركزت في قرار لمجلس الشورى الوطني يتمثل في ترشيح مواطن السيد عبد المجيد تبون، يعني حتى قبل أن يكون راغبا في الترشح. نعم. وكنا احنا في طيلة في الحركة دائما نرفع هذا الشعار من المؤتمر نحو تحمل الأعباء الوطنية، وقدرنا بأن هذا الرجل هو رجل المرحلة الذي، وإحنا كنا دائما نقول دعونا من كلمة رجل الإجماع، لأن الجزائر فيها الكثير من النخب، لكن رأينا أن هذا الرجل هو رجل المرحلة، فرشحنا حتى قبل أن يكون راغبا في الترشح. وبعد ذلك لما ترشح قمنا في جمع التوقيعات، والآن نحن في مرحلة إعداد كل خططنا وتوفير كل مقدرتنا كحركة لها تجربة في الرئاسيات الماضية 2019. كنا خضنا هذه الانتخابات بكفاءة وحصلنا على المرتبة الثانية كمرشح، يعني أستاذ عبد القادر بن كرينا بعد المترشح الآن الحر عبد المجيد تبون، وكنا كحزب يعني أول حزب في هذه الاستحقاقات. فنحن اليوم كل هذه الخبرات القريبة راكمنا فيها تجربة واحدة أخرى، واستفدنا من تجارب كثيرة عالمية، وسوف تكون إن شاء الله ضمن خطتنا في هذه الانتخابات. نعم، الملاحظ سيد أخونا أن الحركة انطلقت مبكرا في التحضير للانتخابات الرئاسية، هل الحركة هي الأكثر جهوزية من باقي التشكيلات السياسية لهذا الاستحقاق ككل يعني؟ طبعا احنا هذا يحكم عليه الصحفي ويحكم عليه الشعب والمراقب، لكن نقول بأن الحركة لها تجربة قريبة يعني، وربما أكثر تجربة عمقا في انتخابات 2019. زدناها هذا التحضير والجاهزية التي كانت يوم السبت فقط، كان هناك آخر نشاط للعمل التكويني، درنا مجموعة من أعمال تكوينية، عمل تكويني حول القوانين الناظمة للحملة الانتخابية، وحتى نضمن أخلقة العمل السياسي، ونضمن عدم خطأ المتدخلين من الحركة في الحملة الانتخابية. نعم. أو تجاوز القوانين الناظمة، نحن نريد حملة انتخابية لكن في إطار القوانين الناظمة والقانون. نعم. العضوي الناظم. نعم. للانتخابات. نعم. فلذلك نحن قمنا مجموعة من الأعمال تاع الجهوزية، سواء في الأطر الذين استفادوا من مجموعة أيام دراسية، يوم دراسي لخطباء الحملة الانتخابية للذين سيباشرون الحضور في الإعلام وينشطوا الإعلام، للذين سيقودون
العمل الجواري، كل هذا كانت أعمال تكوينية داخلية، وكان بعضها يكون بحضور الصحافة في افتتاح تلك المناشط. ولكن الخطة رسمت خطة، وهذه الخطة رسمت طبعا بالتوازي مع الخطة التي ستضعها أو يعني وضعت يعني اللي هي المديرية الرسمية تاع المترشح، لأن نحن تعملون بالتنسيق مع مديرية المترشح سيد عبد المجيد تبون؟ طبعا نحن نعمل بتوازي مباشرة مع سيد إبراهيم مراد كمدير نعم نحن نحن في تواصل مع المديرية، لأنه لا توجد، لأن الأعمال كلها تواصلون بشكل دوري يوميا، كيف تعملون مع إبسيد؟ لا، هناك تواصل مفتوح يعني مع 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 المديرية من أجل ضبط المناشط. نحن الآن مثلا في بمناسبة بداية يوم الخميس سيكون لنا نشاط، في اخترنا له مكان ما هي رمزي. نعم. طبعا نحن اعتدنا أنه المناشط الأولى في الحملة الانتخابية تبتدئ بشيء رمزي، أحيانا تاريخي أو ديني أو كذا. نحن اخترنا أن يكون انطلاقتنا من تندوف، من غار جبيلات، من قرب غار جبيلات. هل ستنظمون يعني تجمعا شعبيا في تلك المنطقة أم سيكون هناك مجموعة كبيرة من الشباب والشابات في ذلك الجو، في ذلك الحر، يرون بأم عينهم تلك المشروع، ونلقي خطاباتنا التعبوية، لأنه اليوم نحن البرنامج الكبير لرئيس الجمهور هو استكمال عمل ضخم أنزج في الجزائر. اليوم هذا المنجم هو عبارة عن يعني من المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد الوطني، التي سيكون لها أثر على الشعب الجزائري، على محيطه، على سيكون لها إضافة، لأننا نتحدث اليوم عن منجم أكبر احتياط عالمي موجود في الجزائر، وتم ادخاره إلى هذه اللحظة عن طريق المشروع الذي انطلق الحمد لله. نحن سيكون لنا خطاب تنموي اقتصادي، هو الذي رأينا أن نبدأ به هذه الحملة، لأنه كثير ما يتحدث الإنسان عن المشاريع، لكن لما نقف عند المشاريع التي أسست لها العهدة السابقة والتي ثمرتها ستظهر في السنوات القادمة. اليوم هذا هو اختيارنا في بداية الحملة. سيكون لنا تجمعات، سيكون لنا مناشط كثيرة، لكن اخترنا رمزية الخطاب الاقتصادي أن يكون هو بداية ما نقوم به. من سيلقي الخطاب؟ هل هو السيد عبد القادر؟ طبعا رئيس الحركة سيكون مع مجموعة من الكوادر، سيتنقلون إلى تندوف، وستكون هناك فئة شبانية كبيرة، لأن هذه المنطقة بعيدة، سننتقل بالحافلات إلى هناك من شباب الحركة ومن شاباتها، وسيكونون هناك، ومن عموم الشعب الذين سنوفر لهم وسائل الانتقال إلى هناك، وسيكون خطاب اقتصادي. ونحن علينا نقول خطاب اقتصادي، لأنه المرحلة هذه السابقة رأينا أنه بالخلفية التي يمتلكها المترشح، يعني إحنا المترشح الذي في تاريخ رؤساء الجزائر هو الرئيس الوحيد الذي يعني إحنا كل رؤساء الجزائر على الرأس والعين، رحم الله من مات منهم ومن بقي حي، يعني السي زروال الله يطول في عمره، لكن الوحيد الذي تخرج من الجامعة وبشهادة وبدبلوم في الاقتصاد هو الرئيس عبد المجيد تبون. فلذلك وجدنا المرحلة السابقة هي مرحلة خطاب الاقتصادي أصبح نامي عند الشباب وعند النساء المقاولاتية، الحواضن، مؤسسة الناشئة. هذه اللغة الجديدة هي التي ضبطت، أو الله هي التي ميزت المرحلة السابقة. فلذلك نحن اخترنا أن يكون أول نشاط هو نشاط ذو حمولة اقتصادية ومعنى اقتصادي، مش فقط خطاب هكذا يعني شعبوي، لأن هذا الخطاب الذي يمس المواطن، وهذا الخطاب الذي يهم المواطن في هذه المرحلة، المواطن المتطلع إلى رفع القدرة الشرائية، مطلع إلى غد أفضل، مطلع إلى تنمية، مطلع إلى مصالح كثيرة يقضيها. فاخترنا نحن في الخطة التي وضعناها أن يكون البداية
خطاب اقتصادي تنموي من عين المكان. واضح سيد أخونا، يعني الحملة الانتخابية تدوم 20 يوم بالضبط، يعني هل وضعت الحركة يعني خطة زمنية خلال هذا الأيام؟ يعني مثلا هناك يعني عمل لأسبوع، بعده لأسبوع ثاني، بعده لأسبوع ثالث يعني. طبعا نحن عندنا قسمنا الخطة إلى ثلاث أسابيع كما اسمه، في كل أسبوع عندنا مجموعة من المناشط. هناك خارطة عمل لكل أسبوع. طبعا خارطة عمل ومضامين مختلفة، فيها التجمعات الشعبية وفيها الأعمال الجوارية وفيها المنتوجات الإعلامية المتميزة التي ستكون إن شاء الله ذات دلالة قوية من حيث المنتوج، من حيث الفكرة الإعلامية الموجودة فيها. نحن يشتغل فريق الدعاية الإعلامية على إنتاج أكثر من ثلاث منتوجات ضخمة ذات امتياز، يعني ذات امتياز حيث أنه يجلب المشاهد محلياً وخارجياً في تثمين هذا المترشح وإبراز قدراته وتميزه وأهليته لكي يكون فعلاً أنه رجل المرحلة الذي سيقود الجزائر إلى مصاف جزائر جديدة قوية نامية. طيب دكتور، نعرف أن الحملة الانتخابية تتزامن مع العطلة الصيفية للجزائريين وفصل الحر كذلك. سيدي الكريم، هل يعني سيتم تسخير وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى قاعدة شعبية أكبر من خلال الحملة الانتخابية؟ طبعا هذا واحد من التحديات الذي وضعناه في خططنا، أنه الانتخابات الحالية تمر بمرحلة عطل للعوائل ومرحلة ربما حر في أكثر مناطق ولاية الوطن، لكن نحن متأكدون أنه تنويع الخطاب وعقلية الشعب الجزائري أنه لما يكون تحدي كبير ولما اليوم وعي الجزائريين بأهمية هذه الرئاسيات بدأ ينمو، واعتقد بأن أي جزائري لما يحس بأنه الوطن يحتاج إلى وقوف يقف في الحر في الشتاء في الصيف، ولذلك نحن فعلا نحن راعينا هذا الاعتبار في نوعية المناشط التي قمنا بها، وسيكون لنا حضور دائم في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا في هذا الباب خبرة، وعندنا يعني خطة واضعينها يعني في هذه المنتوجات التي ستصل إلى الناخب في هاتفه وتكون بين يديه، فيها خطاب يحترم عقله وفيها خطاب يحترم الواقع وما أنجز، وسيتوزع هذا الخطاب جزء منه تثمين ولكن جزء منه هو عرض البرنامج وشرحه. نعم، في هذه النقطة بالذات هل اقتنعتم بضرورة تجديد الخطاب لجذب الناخب؟ طبعا نحن في تجديد دائم، نحن كنا ولا زلنا مع التجديد، ونحن نادينا. يقول ان الخطابات التقليديه سيد اخونا اصبحت لا تقنع الناخبين، لا تقنع المواطن. صحيح، المواطن يعني يقاطع هذه هو لا تقنع حتى صاحبها، يعني الخطاب نعم. التقليدي الجاف نحن نسميه لغه الخشب هذه نعم. يعني ليست فيها كهرباء. المواطن يريد خطاب يعني يقنعه. نحن لذلك نحن جزء من الاقناع، هذه نعم. البدايه الرمزيه التي ستكون من غار جبيلات ومن السكه الحديديه ومن طريق الجزائر موريتانيا ومن المعابر، هذه لغة نحن نتكلم والصورة تتكلم كذلك، يعني نحن لا نتحدث عن مشاريع في الورق، أو نحن سنجوب كل الجزائر وسنقف وسيتكرر هذا، سنقف عند مجموعة المشاريع الموجودة، يعني مشاريع المهيكل الاقتصاد الوطني ستكون، وسيكون خطابنا أكبر تجديد، سيكون خطابنا خطاب اقتصادي بالدرجة الأولى، يعني لأنه اليوم الجزائر الحمد لله لا نحتاج أن نتحدث عن الثوابت، اليوم ثوابت محفوظة مصونة في الجزائر، اليوم نحتاج والمواطن يحتاج من يحدثه عن كيف نقوم برقمنة حقيقية وأين هي المثالب والمميزات لها، كيف نقوم برفع نسبة القدرة الشرائية، كيف نقضي على التضخم، يحتاج إلى خطاب اقتصادي، وأعتقد بأنه ترقية الخطاب إلى هذا المستوى هو الموجود في الحملة الانتخابية اليوم في الدول المتقدمة. وأنتم ستعتمدون يعني على خطاب اقتصادي محض، أو ربما هناك بعض الخطابات كل منطقة سيوجه لها خطاب معين؟ لا، سيكون يعني سيكون الخطاب المتعلق بالتنمية نعم. وبالشأن الاجتماعي
والشأن الاقتصادي هذا متلاصق مع بعضه. طبعا سيكون في 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 في, في بعض المضامين هذا الخطاب إشارات إلى القضايا الكبرى المركزية والثوابتية، لكن ليس هذا هو الإشكال الذي يريده المواطن اليوم. مواطن مطمئن على كثير من الملفات الثوابتية التي كانت محل تحدي في مراحل سابقة، لكن اليوم التحدي الكبير هو الشأن الاقتصادي. المواطن يريد أن يرى ما يطمئنه ويؤمنه على مستقبله. نحن سوف نقف عند هذه القضايا، وسوف نقف كذلك على المنجزات التي أنجزت، ثم نشرح البرنامج الذي سيكون في صلبه أو في كل أمور سيكون هو كيف نسعد المواطن وكيف نرقي من حاله يعني نعم. الاجتماعي والاقتصادي. نعم، من خلال تعاملكم مع مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر سيد عبد المجيد تبون، هل اطلعتم على برنامجه الانتخابي؟ طبعا هناك البرنامج تم إعداده، لكن أنا أقول لك يعني البرنامج فيه حسم مجموعة ملفات، يعني هو برنامج فصلنا أكثر، ربما أنت أول واحد فصلنا في البرنامج. لا، البرنامج هو فيه التزامات جديدة، هذه نعم. التزامات جديدة جزء منها هو استكمال للمشاريع الضخمة التي أنجزت، لأن هذه المشاريع التي تم وضع مرتكزاتها الأولى لا يمكن أن نرى ثمرتها إلا في 2027-2028، فهناك برامج مستمرة. يعني البرنامج جزء منه عرضه الرئيس في المسابقة نتاع المرس 2023 تاع المصدر. نعم. فذكر 10 أمور هي في الحقيقة هي مرتكزات هذا البرنامج، اللي فيها كلها هو حسم ملفات تم بدايتها. اليوم عندنا مجموعة ملفات في سواء في هيكلة الاقتصاد الوطني، سواء في إعادة تنظيم الإقليم، وسواء في ترشيد اجتماعية الدولة، قضايا متنوعة وكبريات الملفات التي في الأخير ستحوصل ما فيه إسعاد المواطن، وما فيه رفع القدرة الشرائية، وما فيه يعني ترقية الأمر الذي هو محل تطلع عند كل المواطنين. واضح. طيب كيف ترون وكيف تنظرون إلى المنافسة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي؟ في الحقيقة يعني أولا هذه انتخابات، أول انتخابات اسمح لي نقول يعني أو مش نقول أول نقول هذه انتخابات تتميز أنها انتخابات بدون مقاطعة. نعم. يعني انتصار المشاركة السياسية هو الذي يحدث في هذه الانتخابات. اليوم كل فصائل السياسة موجودة في هذه الانتخابات. نجد تيار يحمل خطاب ثوابتي، نجد تيار يحمل خطاب خلينا نقول ديمقراطي رغم أن الجميع كذا، وتيار وطني. فهذه العائلات السياسية مشاركة كلها. ثم هناك استقرار سياسي. أنا كنت أحب أقول البعض يسأل هل ستكون منافسة، لأن نحن مجموعة أحزاب كذلك تدعم مرشح واحد وترشحه وتدعمه كذا. لا أقول شيء، نحن في حركة البناء. اليوم هناك تعليمة نزلت لكل الهيئات الولائية وكل المكاتب الولائية بأن مناضلي الحركة ومحبيها أي تجمع وأي منشط عام موجه للمواطنين ينبغي أن نسنده وأن نكون حاضرين فيه بدون حتى التنسيق المركزي. مثلا جبهة التحرير الوطني، حزب التحرير الوطني سيقيم تجمع في يوم الخميس في ولاية مستغانم حسب ما علمنا. هذا التجمع في ولاية مستغانم متميزة بشيء، أن حركة البناء الوطني يعني حصدت كل المقاعد التمثيلية في المجلس الوطني الشعبي. ولذلك نحن في هذه الولاية دعونا وندعو كل المواطنين في هذه الولاية الذين زكوا الحركة وأعطوها كل المقاعد المتاحة، 8 مقاعد في البرلمان وكلها حازتها الحركة. نحن ندعو كل المواطنين في ولاية مستغانم من خلال التعليمة في كل أرجاء الوطن، أي نشاط
في صالح المترشح الحر عبد المجيد تبون نحن نحضره. نعم. بدون أن ندخل في تنافس مع الحزب أو تقيمه حتى بعض المنظمات المجتمعية. نعم، نعرف أن الرهان أكبر رهان خلال هذه الرئاسيات هو التعبئة، يعني ماذا حضرتم لهذه النقطة بالذات؟ طبعا يعني نحن التعبئة حضرنا لها من قبل ولازلنا مستمرين فيها. نعم. وأعتقد بأنه أي لقاء يتحدث عن رئاسيات، أي خطاب، وهذه الحصة جزء من التعبئة، وأي نعم. لقاء نقوم به في التعبئة، فالتعبئة هي مستمرة إلى آخر لحظة في في في, في الانتخابات، إلى أن يصل المواطن إلى أن يضع صوته فيه. فنحن قمنا بعمل خطابنا السياسي دائما يرافع نحو اسمه يرفع الوعي الوطني نحو أهمية هذا الاستحقاق، لأن نقول دائما حتى لو لم أصوت على هذا أو هذا أو ذاك، حضور الانتخابات سوف يجعل هذه الانتخابات ذات شرعية شعبية، والشرعية الشعبية هي التي تجعل أي رئيس يخرج بعد ذلك ما يعني معزز بسند شعبي، وهذا سوف يعزز القرار الوطني وسيادة الدولة، التي طبعا هذه الملفات، ملف السيادة ووحدة القرار الوطني، لا أعتقد أنه سياسي في الجزائر مهما كان عنده رأيه السياسي أنه يختلف فيها. ولذلك نحن نراهن على هذا الوعي، وهذا الوعي جزء منه موجود، ولكن جزء منه نقاوم فيه الدعاية المضادة. ولذلك نحن عندنا في خطة الحملة الانتخابية جزء موجه لهذه الدعاية المضادة التي تعمل على يعني خفض إرادة المواطنين نحو المشاركة، وتعمل على تشويه الانتخابات، وتعمل على عكس مشروع التعبئة، لأنها إعلام ذي أجندات عدوانية حول الجزائر. أي شيء يعزز من القرار الوطني ومن صيانة القرار الوطني ومن تعزيز السيادة الوطنية ومن تعزيز التلاحم الوطني، الإعلام المغرض والإعلام المضاد يحاول أن يحطمه ويصيبه بأضرار. لذلك نحن جزء من التعبئة أو جزء من خطتنا هو مقاومة بالوسائل المختلفة هذا الإعلام للدعاية المغرضة. نعم، أخيرا دكتور، رسالة توجهها للمواطن الجزائري، ونحن على بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية، وأيام قليلة كذلك على انطلاق الاستحقاق الرئاسي. طبعا يعني نحن في الحقيقة الجزائر ستمر بهذه المحطة مثلها مثل 70 دولة في هذه السنة، 70 دولة مرت باستحقاقها. لا ينبغي أن تكون انتخابات الجزائر الرئاسية أقل شأن من هذه الانتخابات التي نشاهدها في العالم كله. اليوم العالم يعني الإحصاء 74 دولة ستجري في هذه السنة انتخاباتها الرئاسية. نحن نتمنى كل مواطنين وكل شعبنا الجزائري يقوم بهذا الدور، وله كل اختيار. يعني هذه الفرسان الثلاثة إذا لم يعجبه أحد يرمي الورقة بيضاء ولها لغة، لكنها تعزز من المشاركة، ولكنها وفي نفس الوقت تحافظ على رأيه. واحد ما عجبوش كل المترشحين الثلاث يرمي ورقة بيضاء أو يديرها ملغات، يعني هذا أسلوب ديمقراطي وأسلوب كذلك وطني نحتاج وعينا جميعا يرتقي نحوه. وأنا في الحقيقة أعتقد بأنه الشعب الجزائري وطني ويحتاج فقط أن يشرح له بعض وخاصة في ظل هذه الدعاية المغرضة. نعم دكتور أحمد محمود خونا، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا معنا اليوم. مشاهدينا الكرام، سهرة ممتعة، إلى اللقاء.